مساء الخير. كتل هوائية حارة نسبياً مصدر الخليج العربي عم بتسيطر بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وأجواء عالية الرطوبة على الساحل وبتستمر حتى الأسبوع المقبل. إذا جو مشمس مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لبكرة واللي رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ مثل العادة من شمال وعكار عم بتسجل 28 درجة، طرابلس 31، العاصمة بيروت وصور عم بيسجلوا 30 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 32، اللقلوق 20، زحل 33، وجزدين 32 درجة. نسبة رطوبة ساحل عم توصل ل 90%، عم بتكون مرتفعة. الريح السطحية شمالية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فما تدل. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للسبت جونا مشمس مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة جبلا وداخلا، مع نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا واللي بتزيد الشعور بالحر، ودرجات الحرارة بتسجل 30 درجة. للأحد جونا مشمس مع استمرار درجة الحرارة بالارتفاع خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، والساحل عم تستقر على 30 درجة أيضا. للتنين والثلاثة جونا بتابع مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء عالية الرطوبة ساحلا، والحرارة بتسجل 30 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بذات الوقت وبنشرة جديدة. تصبحوا على خير.